فكره طموحه نقدر نساعده بيها. مش هنحط قيود كبيره على التقدم بمشروعات، مش هنلتزم فقط بالمشروعات اللي موجوده فين؟ في الكتيب اللي هيتوزع او اللي موجود عندنا، لا ممكن الشباب يقدموا مشروعات جديده مختلفه عن المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها. وبالتالي انا برجو حضراتكم كلكم تعملوا على انجاح هذا المشروع. كل الناس، الساده رؤساء المراكز والمدن المسؤولين مسؤوليه مباشره عن انجاح هذا المشروع. هيبقى في سيستم بالكمبيوتر هيتسجل على السيستم دوت بيانات المشاريع اللي بتتقدم وتاريخ التقدم